قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد ذكرت في أول سورة الحج الصنف الأول من البشرية، الكفار الذين هم يقلدون لغيرهم وهم أتباع لشياطين الإنس والجن، حيث جاء في الآية الثالثة من أول سورة الحج قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. تحدث في ذاك الوقت عن اتباع شياطين الإنس والجن وأنه شرك مع الله، هذا الاتباع عبودية لغير الله. والآن تتحدث الآيات في الآية 8 وما بعدها عن الصنف الثاني، ونبين أيضا الصنف الثالث من البشر. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس صنف الثالث من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الآيات. إذن الصنف الثاني هم المتكبرون المتسلطون، الصنف الأول هم الأتباع يتبعون كل ناهق من شياطين الإنس والجن، يوسوس لهم شيطان الجن من أنفسهم ليتبعوا غير هدي الله تبارك وتعالى فينساقون وراءه. وهناك ضالون قادة، وربما اتفقوا مع بعضهم أحزاب متعددة، ورؤساء هذه الأحزاب أحدهم أنا بسميه مسلم كاثوليك، مسلم بروتستانت، أنا أسميه الآن مسلم أمريكي، يعني مسلم مستسلم لأمريكا، مستسلم لروسيا، مستسلم لكذا، اجتمعوا يجتمعون كثيرا ضد كلهم ضد الإسلام ليقودوا الناس إلى الباطل. فالأتباع لهم هم الصنف الأول الذي ذكرتهم الآيات أول سورة الحج. الصنف الثاني هم هؤلاء المتكبرون، هم يريدون أن يتسلطوا على الناس، هم يريدون أن يحكموا الناس. بماذا يحكمونهم؟ يحكمونهم بما أنزل الله؟ لا، ما بدهم هذول حكم الكذا وحكم الكذا. حكم مين بدهم؟ يعيد الناس إلى الوراء. عندما كان يحكمهم الدكتاتور الأكبر، الدكتاتور الخائن الفاجر الذي كان يبيع الغاز لليهود بأرخص من تكلفته وشعبه يدفع، يريدون هذا، هم أتباع هذا المجرم، لأنهم بمثل هذا المجرم الفرعوني يحققون مصالحهم وأهواءهم وشهواتهم. أما أن تقول لهم إسلام وتقول لهم هذا حرام، هذا أحله الله، هذا ممنوع، لا، ما بدهم، ما بدهم لا الله ولا الرسول. وإذا قلت لهم إنهم كافرون، لا، أنت مكفر يا أخي، تكفيري، ما لك، ما كفار هنين. طبعا هم ما كفار بالعبودية لغير الله، ولكنهم كفار بالله، تركوا طاعة الله واستعبدوا الناس. يقول الله عن هذا الصنف: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذا الصنف يكفرون بربهم على الرغم من كل البراهين والأدلة التي تدل على أن الله هو الذي خلقهم وخلق أزواجهم وخلق أبنائهم وخلق طعامهم وخلق شرابهم. فالربوبية والسيادة والطاعة والتبعية لله، هكذا يدل الأدلة، ومع ذلك ينكرون هذا. تريدون أن تجعلونا كذا؟ تريدون أن نكون من حزب كذا؟ لا، نحن مسلمين، بدنا الله بس ما بدنا حزب فلان.
حزب فلان لأنه يدعوهم إلى الله ما بالدنيا، حزب الشيطان يدعوهم إلى الشيطان، هذا نعم يريدونه. يكفرون بربهم، يخرجون عن ربوبيته وعن وحدانيته سبحانه وتعالى، مع أنه لا دليل على ما يقولون، لا في الواقع ولا في الأدلة الكونية ولا في هدى من هدى الله في الكتب السماوية السابقة. كل الكتب السماوية السابقة دعت إلى توحيد الله وحده لا شريك له، دعت إلى لا إله إلا الله، ما من نبي إلا جاء بلا إله إلا الله، إلى طاعة ولا خضوع إلا لله. فهم يطيعون كل شيطان ويجمعون الناس على كل شيطان ليستعبدوهم ويجعلونهم لا يطيعون الله تبارك وتعالى. لذلك أشارت الآية في قوله تعالى ثاني عطفه، أي لاويا عنقه تكبرا، تدعي إلى الإسلام؟ لا. إن قلت له كافر، يا أخي أنت تكفيري، هو مو كافر، هو أنجس من الكافر، لأن الله تبارك وتعالى قال إنما المشركون نجس. ثاني عطفه لاوي رقبته، ليضل عن سبيل الله، ليبعد الناس عن طاعة الله، هذا هو همه، لأنهم إذا أطاعوا الله ما عاد يستطيع أن يستعبدهم، فينبغي أن يبتعدوا عن طاعة الله حتى يستطيع أن يسيرهم لمصالحه وأهدافه ويمتص عرقهم ودماءهم ويعيث فسادا في أعراضهم. يقول الله تبارك وتعالى عن جزائه له في الدنيا خزي، أي ذل ومهانة، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. أين الطغاة في الربيع الحالي الذي قام الناس فيه ضد الطغاة؟ أين هم؟ منهم من هرب وثبتت عليه الخيانة والمذلة والاستعباد لشعبه، ومنهم من قتل، ومنهم من سجن وأذاقه الله لباس الذل في الدنيا قبل الآخرة، ومنهم من لا ندري ما يصنع الله به، أي يهلكه على أيدي المقاتلين المدافعين عن أنفسهم وأموالهم، أم يهلكه عن طريق ملك الموت، أم يدمره، أم يهلكه على يد واحد من أتباعه ليتخلص منه ويخلصون من هذه المشكلة؟ لا ندري، الله هو المدبر. ولكن قد يقول قائل لما طالت هذه الأمور؟ نعم طالت لتكشف لنا حقائق، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بيّن أن الفتن والشدائد تظهر المنافقين. فالشدائد أظهرت من كنا نقول عنهم أنهم شيعة أهل البيت، يعني يحبون أهل البيت ونحن نحب أهل البيت. عندما دخلوا واستحلوا دماءنا تبين لنا أنهم لا يحبون أهل البيت، لا، إنهم مجوس، وهم يحقدون على عمر وعلى أبي بكر رضي الله عنه لأنه فتح بلاد كسرى، ففي قلوبهم حب كسرى مثل ما في قلوب بعض الناس حب الشيطان الذي كان يستعبدهم وهم يعملون ثورة مضادة. فهؤلاء يضلون عن سبيل الله، زاقوا في الدنيا الذلة، ومن بقي منهم سيذوق الذلة. أما يوم القيامة يقول ربنا تبارك وتعالى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، عذاب الحريق في النار. هو لا يتخيل عذاب الحريق، هذا نار بني آدم التي يقدون عليها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا إن كانت هي لكافية يا رسول الله، قال إنها زيدت عليها 70 جزءا. وانظروا إلى الدلالة أيضا في هذا الإخبار الرباني عن جهنم، الدلالة على أن ربنا تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن من عنده وليس من صنع بشر. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لماذا الجلود تبديلها؟ كل ما احترقت، لو احترقت الجلود وماتت ما عاد في ألم، لأنه ثبت علميا الآن أن الجلد كل نقطة فيه في خلية حساسة ضد الألم تنقل الألم إلى الدماغ، فعندما يحترق الجلد يبدله الله بجلد جديد ليذوق العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. لماذا عذاب الحريق هذا؟ ولماذا هذه المذلة في الدنيا لهؤلاء الطغاة الذين يدعون الناس إلى أن يخضعوا لهم ويعبدوهم بدل أن يطيعوا ربهم؟ ذلك العذاب بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، لا يظلم ربك أحدا، فأنت تجاوزت حدودك وحدود بشريتك،
وجعلت نفسك مطاعا معبودا مع الله شريكا لله، فأنت يوم القيامة تذوق عذاب الحريق وقبلها الذلة في الدنيا. الصنف الثالث، إذن الصنف الأول هم الذين يطيعون غيرهم في الباطل، الأتباع. الصنف الثاني الزعماء المتكبرون الذين يدعون الناس إلى طاعة غير الله ليتسلطوا عليهم. الصنف الثالث المتردد غير الثابت، كأنه واقف على رأس جبل ينحرف هكذا أو هكذا، يميل هكذا أو هكذا. فيقول ربنا تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف وجانب من الدين، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة. إن أصابه خير أي سعادة ومال وأعطاه الله ما يريده من الدنيا، قال هذا دين جيد، مشي الحال، حصل مصالحه، لأنه لا يؤمن بالله، يؤمن بمصالحه، ولو لم تتحقق المصالح الاجتماعية للناس، هو يهمه مصالحه، يعبد هواه. فإن أصابه خير اطمأن به، قال هذا دين جيد. وإن أصابته فتنة، شدة، مرض، ابتلاء، عذاب، جهاد في سبيل الله، لا ما بده هالشغلة. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، ارتد عن دين الحق وانقلب إلى الكفر، ما بده هالدين هذا، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. خسر الدنيا، وذلك لأن الله لم يعطه الدنيا فخسرها، وكفره لا يعيد إليه الدنيا، لا يعيد إليه إلا ما يريده الله. وخسر الآخرة لأنه كفر ورجع وارتد إلى الكفر، ذلك هو الخسران المبين، أي خسر خسارتين، الدنيا والآخرة. يدعو من دون الله ما لا يضره، ما يضره ولا ينفعه، أي يطلب الخير ويعبد ويطيع غير الله من المخلوق، وهذا المخلوق لا يضره ولا ينفعه. يتبع بعض الناس فلان من الدجالين، من الطغاة، من الفراعنة، يظن أنه يرتزق منه وينتفع، ولكن في الحقيقة لا يستطيع أن ينفع نفسه. إذا جاءه ملك الموت فأخذه ولا يستطيع أن ينقذ نفسه، فكيف ينقذ غيره؟ كثير من الناس الذين يموتون في سبيل الطاغية يموتون إلى جهنم وبئس المصير، لا حصلوا دنيا ولا حصلوا آخرة، ذلك هو الخسران المبين، وذلك هو الضلال البعيد، ضلال بعيد عن الحق والرشاد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، ضره لأنه أبعده عن الله، نفعه لأنه لم يقربه من حق ومن خير لا في الدنيا ولا في الآخرة. لبئس المولى الذي يتولاه، الذي يتولى الكفر أو الكفار ويطيعهم ويتبعهم، هؤلاء مولاه، لبئس المولى ولبئس العشير، أي ضرره في الدنيا أكبر من نفعه هذا الذي تولاه في الدنيا وأطاعه، بئس هذا الذي تولاه، وبئس هذا الصديق العشير الذي عاش معه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على الحق ومع أهل الحق، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.